وصفتنا النهاردة بدنجان بانيه. البدنجان مش بس مسقعة أو تخليل، ففي وصفات كتير ممكن تتعمل بيه. هنعمل وصفتنا النهاردة بدنجان البانيه. يلا نشوف مع بعض المقادير والطريقة ازاي. معانا بدنجان، انت بتجيبي على قد الكمية اللي انت عايزاها، على قد العزومة او عدد افراد الاسرة. معانا بقسماط، 2 بيضة، كوباية لبن، والتوابل عندنا زعتر وملح وفلفل اسود وبابريكا. اول حاجة هنعملها مع بعض هنقطع البدنجان. هنجيب مع بعض البدنجان وهنقطعه. هنقطعه شرايح عريضة، مش تخينة قوي ومش رفيعة، بالشكل ده. شايفين ده السمك اللي احنا عايزينه. لو حابين تقشروه القشرة الخارجية من بره براحتكم، كل واحد على حسب ما هو بيحب، بس هي الاحسن ان احنا هنقشر القشرة. انا بعد ما اقطعه شرايح كده هقشر القشرة معاكم. بعد ما قطعنا البدنجان هنبتدي نعمله في الويل البقسماط. معايا بيضتين هحط عليهم التوابل، رشة فلفل اسود، وهحيق كمان البقسماط بنفس التوابل ورشة زعتر وملح. وأقلبهم حلو مع بعض. وأحط حبة لبن بتاع ربع كوباية. هبتدي احط البدنجان، احطه في البيض، هقلب التتبيلة اللي في البقسماط. شايفين مع بعض كده ده الشكل الكفر اللي احنا عايزينه. احنا تمام كده خلصنا كل كمية البدنجان بالبيض والبقسماط. ومعانا طاسة فيها زيت غزير سخن، هنبتدي نقليه. كده احنا قلبنا البدنجان على الناحية التانية، شايفين شكله كده احمر معانا. هنجيب مصفى ونطلعه فيها عشان يصفي كل الزيت. وصفتنا النهاردة كانت سهلة وبسيطة ومش تقليدية. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.